بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الدكتور أحمد المصطفى محمد صالح، أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية القانون جامعة الشندي والجامعات السودانية. ألتقي بكم في مادة القانون التجاري للعام التأهيلي المؤهل للماجستير، والهدف من ذلك تعريف الطالب بأهمية القانون التجاري ودوره في ضبط العلاقات التجارية بين التجار، سواء كان التاجر شخصا طبيعيا أو معنويا. ولقد قسمت هذا المقرر إلى 3 وحدات: الائتمان والإفلاس وعقود الاستثمار. نبدأ بالائتمان، وتعتبر عمليات الائتمان من أهم عمليات البنوك بصفة خاصة، ويلجأ التجار على وجه التحديد إلى البنوك للحصول على الائتمان، وذلك بهدف مساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم مع غيرهم من التجار، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين. ونجد صور متعددة للائتمان، ولكن نجد من أهم هذه الصور القروض. يعني البنوك بتمنح العملاء قروض، وبرضو الاعتماد المالي البسيط، وخطابات الضمان، والاعتمادات المستندية. نبدأ أولا بالاعتماد المستندي أو الاعتماد المالي البسيط، وهو يعني عقد ينشأ بين البنك. يقوم البنك يضع مبلغ معين من النقود تحت تصرف العميل. يعني البنك بيحدد مبلغ معين، يضع هذا المبلغ تحت تصرف العميل، وبيكون باستطاعة العميل إنه يسحب من هذا المبلغ في أي وقت يريد يشاء. لكن الاعتماد المالي البسيط بيكون محدد بمدة، فخلال هذه المدة يستطيع التاجر إنه يسحب من هذا الاعتماد. والطبيعة القانونية للاعتماد البسيط جاءت فيها نظريات متعددة. في نظرية الغرض المتتابع، يعني البنك وضع مبلغ معين من المال تحت تصرف العميل، العميل يسحب منه من هذا المبلغ متى شاء وفي الوقت الذي هو يريد، فهذا بمثابة الغرض شنو المتتابع. النظرية الثانية هي نظرية القرض المعلق على شرط واقف. قرض معلق على شرط واقف، يعني البنك منح عميله قرض من المال وعلق، حدد شرط، يعني انه العميل يسحب من هذا القرض بشرط واقف، يعني يكون في شرط، اذا العميل ما استوفى هذا الشرط لا يستطيع انه يسحب. النظريه الثالثه هي نظريه الوعد بالقرض. نظريه الوعد بالقرض، يعني زي مثلا البنك وضع تصرف العميل مبلغ من المال، البنك يعني زي وعده بانه يمنحه شنو؟ يمنحه قرض. أما النظرية الرابعة هي نظرية اقتران الغرض بالوديعة. غرض أداه غرض، ويظل هذا الغرض كوديعة في البنك. يظل هذا الغرض كوديعة، بمثابة وديعة في البنك، يسحب منها العميل متى أراد ومتى شاء. نجد أن الاعتماد المالي ده عنده أحكام. يعني البنك لما يضع اعتماد مالي تحت تصرف العميل لا بد من أحكام تضبط هذا الاعتماد، لأنه الأموال المودعة في البنوك هي أموال مودعين، هي أموال مودعين. قد ينظر بعض الناس إنه الأموال المودعة في البنوك دي هي أموال حكومة، لكن هي أموال مودعين يحركها البنك بإغراض الغير للمساهمة في الاقتصاد القومي والاقتصاد الوطني. إذن لا بد من أحكام
تحكم هذا الاعتماد المالي. أول هذه الأحكام يقوم يتأكد البنك من المركز المالي للعميل المقترض. يعني البنك ما بيدي شخص غرضي من المال ساكت، لابد يتأكد إنه إذا كان هذا العميل تعثر في الوفاء باسترجاع الغرض، لابد إنه البنك يكون في شيء يرجع عليه عشان يسترد هذا المبلغ. الحكم الثاني، لازم البنك يعني يحصل على بعض الضمانات، ودي بيسموها غطاء الضمان. يعني الضمانات دي الشخص لابد يكون مثلا عنده عقارات، عنده سندات، عنده أشياء البنك ممكن يرجع عليها عشان يسترد مبلغه في حالة تعثر العميل وعدم استطاعته على الوفاء. نشوف التأكد من صحة المركز المالي للعميل. يعني البنك بيتأكد من صحة المركز موظف المالي للعميل. هل العميل ده يعني عميل أو التاجر ده أو العميل من البنك علاقته بينه وبين العملاء بين الجهات اللي بيتعامل معها علاقة قائمة على الصغة والانضباط في الإيفاء بالالتزامات ولا لا؟ عشان كده البنك إذا كان العميل ما وافاه ببعض المعلومات يعني البنك لا يستطيع أنه يقرر في قبول التمويل. طبيعة المعلومات المقدمة، أول معلومة مقدمة للبنك المعلومات المتعلقة بالمنشأة حقت العميل. يعني إذا كان العميل عنده مصنع، إنه البنك يعني يطلب معلومات متعلقة بمنشأة العميل أو بمصنع العميل. هل المصنع ده مصنع متوقف، مصنع عامل؟ عشان ثاني المعلومات المتعلقة بالغرض من الاعتماد. الغرض من الاعتماد، انت داير شنو يعني للعميل الغرض ده؟ انت دايره لشنو؟ عشان اذا كان الغرض ده العميل دايره لشيء على اساس انه ينشط عمله في مجال عمله، بيكون البنك يعني يمكن على قدر كبير شنو من الاطمئنان. بعد ما البنك يتاكد من هذه المعلومات يستطيع انه يقدرها ويقرر هل يمنح العميل الغرض ولا لا. من الأشياء اللي بيلزم من البنك يتحقق منها ويقف عليها عدم بلوغ الطالب الاعتماد حد التشبع الائتماني. تلقى بعض العملاء يمشي يشيل غرض من البنك ده ويشيل غرض من بنك آخر، يعني زول بيشيل قروض من بنوك متعددة. إذن العميل ده هيكون مطالب للبنوك. فإذا كان يعني شايل قروض كثيرة من بنوك متعددة، ده بيكون قرينة إنه العميل ده في يوم من الأيام هيتعثر في الوفاء بالتزامه. الشيء الثاني، التدفق النقدي في المنشأة. يعني المنشأة ذات حقه العميل، مصنع العميل ده، المنتجات اللي بينتجها دي، هل لاقي سوق وترويج؟ هل في تدفق مالي من منتجاته ده خاشع على المنشأة؟ الشيء بيتأكد منه برضو البنك مدى إرباحية المنشأة. هل المنشأة دي بتحقق أرباح ولا خسرانة؟ برضو كذلك بيتوقع العائد المتوقع من الاستثمار. المبلغ ده العميل ما شايله عشان يستثمره، العائد المتوقع من الاستثمار شنو؟ لأنه يا شباب البنك إذا كان مطمئن على المال اللي بيغرض العميل ده، لا يستطيع أنه يعني يدي العميل غرض. ضمانات فتح الاعتماد، يعني بنشوف نادرا أنه ما يوافق البنك على منح العميل الاعتماد دون الحصول على بعض الضمانات، والبنك دائما بيطالب العميل بتقديم ضمانات. والضمانات دي بنلقاها زي نوعين، او ممكن في يكون الاثنين مع بعض. تامينات عينيه، يعني يكون عنده عقارات، يكون تامين على المنشاه ذاتها.
الشيء الثاني تأمينات شخصية، يعني حتى العميل ده عشان البنك يمنحه القرض لا بد يحصل على تأمينات شخصية، يعني تقديم كفيل يكون ضامنا له، يعني لازم العميل الطالب فتح الاعتماد المالي يقدم يجيب كفيل يضمن، عشان إنه في حالة إنه تعسر والمسائل كلها الوقف عليها البنك اتعسرت كذلك إنه يستطيع البنك يرجع على منه يرجع على الضامن. طيب نشوف آثار الاعتماد المالي. عقد فتح الاعتماد المالي الاعتماد البسيط التزامات من جانب الطرفين، يعني دائما بتكون في التزامات من جانب الطرفين. أول حاجة في التزامات البنك، بعد ما البنك اطمأن على أشياء ذكرناها سابقا يلتزم البنك بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل. ما خلاص البنك اطمأن إنه العميل ده يعني موقفه سليم، في أي وقت ممكن شنو ممكن يوفي بالتزامه، ما عنده إشكالية. يعني هي زي ما يعني معروف إنه الثقة في السوق هي رأس مال، الثقة في السوق هي تعتبر رأس مال. بمجرد البنك ما اطمأن لابد من التزام عليه ويضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل يسحب منه متى ما شاء، لكن خلال المدة المحددة المتفق عليها. اثنين، مراعاة مدة الاعتماد واحترامها إذا كانت محددة. في بعض الأحيان بنلقى مدة الاعتماد محددة، إذا لابد إنه البنك يراعي إنه العميل البنك يراعي والعميل معا يراعوا هذه المدة المحددة. طيب نشوف التزامات العميل. أول حاجة يا شباب، العميل بيلتزم باستخدام مبالغ الاعتماد في الأغراض المحددة لها، يعني مبلغ الاعتماد ده دايره لغرض محدد حددوا لازم يوظف هذا المبلغ في الغرض المحدد له. الالتزام الثاني يلتزم بالعمولة المتفق عليها. طبعا البنك ما بيدي العميل ساكت، لابد يكون في عمولة متفق عليها إنه العميل لازم يلتزم بالوفاء بالعمولة المتفق عليها. الالتزام الثالث من جانب العميل يلتزم برد المبالغ التي قام بسحبها في الميعاد المتفق عليه، وده هو مربط القصيد، أو يعني لازم العميل يوفي بالتزامه برد المبلغ اللي هو اقترضه من شنو؟ اقترضه من البنك. طيب الاعتماد المالي ده عنده انقضاء، يعني ما بيكون طوال ساري، لا عنده انقضاء. في بعض أول الحالات اللي بينقضي بالاعتماد المالي بانتهاء المدة، يعني الاعتماد المالي لابد يكون محدد بمدة معينة، انتهت المدة شنو؟ الاعتماد المالي بينتهي. السبب الثاني اللي بينقضي بالاعتماد المالي بإرادة الأطراف، يعني الأطراف البنك والعميل يقوموا شنو يعني يقضوا على يتفقوا انه شنو خلاص الاعتماد المالي بيناتهم ينتهي. الطريقه الثالثه بينقضي بالاعتماد المالي هي اشهار افلاس العميل. يا شباب افلاس العميل طبعا كلمه الافلاس هي متعلقه بالتجار فقط، والشخص اذا كان شخص طبيعي او شخص معنوي في شركه فهو هنا في المقام ده مقام تاجر، والإفلاس بيكون شنو؟ للتجار فقط، لأنه الأشخاص المدنيين عندهم حاجة ثانية اسمها الإحسان، لكن التجار عندهم الإفلاس، والإفلاس هو مجرد توقف العميل عن دفع ديونه بيعتبر شنو؟ مفلس إذا تقدم مجموعة الدائنين بطلب للمحكمة لإشهار إفلاس هذا العميل. متى تم إشهار إفلاس العميل يعتبر الاعتماد المالي شنو؟ انقضى. فقدان العميل للأهلية، السبب الرابع فقدان العميل للأهلية. جنة العميل ده كان صحيح سليم لكن حصل له شنو؟ فقد الأهلية
والاشياء اللي بيفقد بها العميل الاهليه معروفه بالنسبه لكم. السبب الخامس التصفيه اذا كان العميل شخص اعتباري، يعني العميل كان شركه. العميل كان شركه بمجرد ما تم تصفيه الشركه بيتبع انحلال الشركه، بيتبع دفن الشركه، معناه خلاص. الاعتماد المالي برضو يعتبر شنو؟ يعتبر انتهى. ده الاعتماد المالي هو صورة من صور الائتمان. الاعتماد المالي هو صورة من صور الائتمان. نجي للصورة الثانية. الصورة الثانية هي خطاب الضمان. وخطاب الضمان شنو يا شباب؟ خطاب الضمان هنا بيدخل البنك يكتب خطاب للعميل للجهة اللي هو داير يتعامل معاها إنه البنك يضمن هذا العميل في حالة إنه ما وفى بالتزامه. يعني معناها إنه البنك يعير العميل توقيعه. البنك يعير العميل توقيعه بخطابه. توقيع البنك في الخطاب اللي أداه العميل وأداه للجهة الدائرة يتعامل معاها شنو؟ يتعامل معاها العميل. طيب ما هو خطاب الضمان؟ خطاب الضمان أحد صور الضمان المصرفي التي أنشأها العرف كبديل للتأمين النقدي. كبديل للتأمين النقدي، يعني يكون شنو؟ العميل ده عنده قروش لكن تاجر شاطر. عنده قروش لكن تاجر شاطر يقوم يلي ما داير يشغل القروش دي في حاجة ثانية. يلقى للبنك يستعير توقيعه، يعني البنك يضمنه وهو يدور قروشه اللي عنده أصلا ما داير يدخلها في الغرض اللي هو دايره للهدف المعين، يتدخل ياخذ شنو؟ توقيع البنك ويضمنه. وكذلك برضه عرف بأنه تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب العميل بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطالب المستفيد البنك بالوفاء. إذن يا شباب هنا عندنا العميل وعندنا البنك وعندنا المستفيد. العميل البنك والمستفيد. طيب نشوف العلاقة بين أطراف خطاب الضمان. أول حاجة علاقة العميل بالمستفيد. العميل بالمستفيد. العميل عميل البنك والمستفيد اللي هو حيمشي له خطاب الضمان هي علاقة سابقة على استصدار أمر خطاب الضمان، وقد يكون مصدرها عقد البيع، وهذه العلاقة تكون أساس استصدار خطاب الضمان. يعني العميل ده مشى للمصنع داير يشتري منه سيارة على سبيل المثال. إذن العلاقة بين العميل والمصنع اللي هو المستفيد سابقة على استصدار خطاب الضمان. حدد العميل المستفيد حدد للعميل المبلغ المطلوب، العميل يمشي للبنك يعني يجيب منه خطاب الضمان. طيب علاقة العميل بالبنك هي العلاقة الناتجة عن طلب العميل من البنك إصدار خطاب ضمان، وهذه علاقة تعاقدية منشأها عقد الاعتماد بالضمان. يعني ما خلاص العميل جاء من المستفيد، قلنا الشركة للعربات مثلا جاب انه الفاتوره حقت مجموعه من العربات اداها البنك، اذا هي علاقه تعاقديه. علاقه تعاقديه. العلاقه بين البنك والمستفيد هي العلاقه الناشئه عن ارسال خطاب الضمان للمستفيد. البنك ما رسل ادى العميل خطاب الضمان، العميل ادى للمستفيد. اذا نشأت علاقه بين المستفيد وبين بين البنك، مصدرة ومنشأة خطاب شنو؟ خطاب الضمان. الشيء ممكن لا نلفت له ونأكد عليه إنه لا يجوز استخدام مبلغ الضمان في عملية أخرى. خلاص أنت شلت خطاب العميل، شال خطاب الضمان للمستفيد لسيارات، ما يحوله لشيء ثاني، ما يحوله لسمسي، يمشي في نفس الغرض اللي هو طلبه له. طيب نتعرف على خصائص خطاب الضمان. أول خاصية
خطاب شخصي فيه اسم المستفيد، لأنه خطاب الضمان بيوجه لمنو؟ يوجه للمستفيد، يوجه إلى المستفيد. اثنين، لا يجوز تداوله بالتصغير أو خلافه. التصغير ده طبعاً عارفين إن الشيكات بتظهر، المستفيد الأول ممكن يظهر الشيك ده لشخص آخر، لكن في خطاب الضمان لا يجوز تصغير خطاب الضمان. الخاصية الثالثة، لا يجوز للمستفيد التنازل عنه أو استخدامه في غير الغرض الذي خصص له. يعني خطاب الضمان المستفيد اللي هو مثلا المصنع حق السيارات لا يستطيع أن يحوله لجهة ثانية زي الشيء، لا، لا يجوز شنو تحويله أو التنازل عنه. الخاصية الرابعة، البنك لا يصدر خطاب الضمان إلا بعد الحصول على بعض الضمانات. يا شباب، البنوك لا أصلا ما بتدي المال إلا بضمانات. ليه؟ لأنه يا شباب المال ده هو مال مودعين، هي قروشين وقروشك أنت وقروش عبد الله ومحمد وخالد وعمر ومصطفى وغيره، بيجوا يفتحوا حسابات في البنك، يخدوا قروشهم في البنك، البنك بيدور القروش ده وخليها قاعدة جامدة بيدورها. إذا شنو يا شباب؟ لازم البنك يحصل على ضمانات في حالة تعسر العميل وعدم الوفاء في التاريخ المحدد أو الزمن المتفق عليه، يقوم البنك يرجع على الضمانات إذا كانت عقارات أو سندات أو أيا كان. طيب، أهمية خطاب الضمان. يا شباب، خطاب الضمان يعني بيقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية، لأنه بيحل محل النقود، يحل محل التأمين النقدي. يعني بدل ما يدفع قروش يحل محل التأمين النقدي. ويترتب على قبول خطاب الضمان بديل على التأمين النقدي فائدة كبيرة لجميع الأطراف، العميل والبنك والمستفيد. العميل يعني يحقق غرض دائره من شنو؟ من خطاب الضمان. والبنك بحيلقى عموله، والمستفيد حيضمن وفاء العميل، لانه العميل لو تعسر المستفيد حيرجع على منه؟ حيرجع على البنك. طيب، فوائد خطاب الضمان. اول نشوف بالنسبه للعميل فايدته شنو. يعني اول حاجه، العميل بيكون يستطيع عدم تجميد قيمة التأمين لدى الجهة الإدارية. يعني العميل ده ما عنده مثلا مشى دائرة في عطاء في جهة إدارية في محلية في ولاية، العطاء ده لازم يكون في تأمين، التأمين عبارة عن مبلغ من المال. هنا العميل يعني بيتفادى تجميد المبلغ المالي اللي هو حيدفعه لشنو؟ حيدفعه للعطاء. بالنسبة للبنك حيتغاضى عمولة، حيتغاضى عمولة، لأنه ما حيدي القروش دي ساكت، يعني لا بد من شنو؟ يتغاضى عمولة. بالنسبة للمستفيد، خطاب الضمان يعد ضمان كافي للجهة المستفيدة، لأنه هنا الجهة المستفيدة أو المستفيد حيرجع للبنك، لأنه البنك هو ضامن بتوقيعه. تعسر العميل، المستفيد حيرجع للبنك. أنواع خطاب الضمان. خطاب الضمان يا شباب أنواع كثيرة ومتعددة. أول حاجة خطابات ضمان المناقصات، وخطابات الضمان الجمركي، وخطابات الضمان الملاحية في غياب سند الشحن، وخطابات الضمان المهنية، وخطاب ضمان يضمن نتيجة حكم قضائي. دي هي يمكن بدون يعني إسهاب في الشرح والتفاصيل، دي هي أنواع خطابات الضمان. طيب، نتعرف على أحكام خطاب الضمان. أول حاجة شباب، خطاب الضمان يلزم إنه يكون محدد المدة. خطاب الضمان يلزم إنه يكون محدد المدة، يعني ما يكون خطاب مفتوح. اثنين، إذا لم يكن محدد المدة يملك البنك الإنهاء بشرط اختار العميل. إذا كان خطاب الضمان ما محدد المدة، يعني البنك يستطيع إنهاء خطاب الضمان لكن يلزم إنه يختار العميل. إذا انتهت المدة ولم يطلب المستفيد من البنك
الوفاء سقط دون حاجة إلى أخطار العميل. هناك ثلاثة مبادئ تحكم قواعد الضمان: استغلال التزام البنك، شرط الكفاية الذاتية، واستحقاق التعهد بمجرد صدور البنك. بمجرد ما يتعهد يعني خلاص بقى استحقاق واجب. طيب يمكن دي نقف لحد هنا. دي هي يمكن بمثابة المحاضرة الأولى، ونتوقف لحد هنا يعني.